المسرح هو لعبتي في المنزل، وثانيا المسابقات والدروس الخصوصية بيني وبين عيالي، هذه ألعابي. أنا أكبر بنت عندي هي أكبر أبنائي جميعهم. في الفترة الماضية عملنا لها أكثر من 5 عمليات في عينها، 5 مرات في عينها اليسار. ذهبنا المستشفيات وغرف العمليات وأنواع كثيرة من العلاجات، وأثر كثير على نظرها، وما زلنا نعاني في تحسين نظرها إلى يومنا هذا. أبنائي 3 كلهم من الصم وضعاف السمع، أنا أتمنى لهم مستقبل وجامعات وتعليم عالي ووظائف مستمرة، وأن يقدموا للصم ومجتمعهم في المستقبل أفضل ما يقدمونه الآن.